مساء الخير عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن حد، شخصيه مختلفه تماما. احنا ما اتكلمناش عن شخصيه زيها قبل كده على القناه، بالرغم من اننا اتكلمنا عن ناس كانوا مدعين المهديه، وناس كانوا بيدعوا الالوهيه، استغفر الله طبعا، وناس كانوا بيدعوا ان بيدعوا الناس لديانات تانية كتير زي عباده الفضائيين، ودي اكتر من ديانه، والفيديوهات كلها موجوده على القناه. لكن شخصية النهاردة الحقيقة انه مختلفة، لانه دعا النبوة، ولما الناس واجهوه وقالوا ان اخر الانبياء هو سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ادعى ان روح سيدنا محمد تلبست في جسده، وانه لبسته علشان يجي للارض ويعلم الناس الدين الصحيح، لان الناس اخذوا الديانة الاسلامية بشكل خطأ، وادعى ان هو هيصلحها لهم. النهارده معانا شخصيه صلاح شعيشه، اللي من محافظه الاسكندريه، مصري الجنسيه طبعا. والحقيقه ان هو كان شخصيه، لما نفسرها دلوقتي ونتكلم عنها هتحس انها شخصيه غريبه الاطوار، لانه انتقل في مراحل مختلفه من حياته لحد ما وصل لادعائه للنبوه. بس من فضلكم قبل ما نكمل الفيديو، اللي مشترك معانا في القناة يا ريت لو سمحت تعمل للفيديو لايك وشير على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعك علشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ويشتركوا معانا في القناة وقناتنا تكبر. واللي مش مشترك معانا في القناة، يا ريت لو عجبك الفيديو أو عجبتك القناة، يا ريت لو سمحت إنك تشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. القناة قبل كده في حوالي 15 أو 16 فيديو عن ديانات مختلفة، وكان فيها ناس بيدعوا الألوهية بشخصهم استغفر الله، أو ناس بيدعوا لديانات غريبة، منها مثلا أن واحد ادعى أنه المسيح في روسيا، أو واحد كان بيدعي أنه الإله وكان بيطلع بيض ذهب من بقه. وفي فيديوهات تانية عن ناس، ودي ديانات كتير جدا بتعتمد على الفضائيين. والحقيقة ان الفيديوهات دي والديانات دي موجودة على القناة، لو ما كنتوش شفتوها ياريت تروحوا وتشوفوها. اما في كمان فيديوهات بتدعي، ناس بتدعي المهدية، يعني حد بينام ويصحى الصبح يقول للناس انا المهدي المنتظر. ومنهم مثلا العتيبي اللي راح احتل الكعبة هو واخو مراته، وادعى ان اخو مراته يبقى المهدي المنتظر، وكانت في النتيجة في النهاية ان اخو مراته اتوفى في صراع بينه وبين الجيش السعودي عشان يفكوا احتلال الكعبة. وصلاح او جهيمان في الاخر اتحكم عليه بالاعدام. اما النهاردة فاحنا بنتكلم عن شخصية غير دول ودول، يعني لا ادعى المهدية ولا ادعى الالوهية، ولكنه ادعى النبوة. شخصية النهاردة شخص مصري اسكندراني، وكان عايش طول حياته في اسكندرية. شخصية النهاردة هو صلاح شعيشة. الحقيقة ان في 1922 اتولد صلاح شعيشة في الاسكندرية، والحقيقة انه كان طالب متفوق في دراسته، ووصل لكلية الطب بسهولة، يعني لا عمره سقط ولا عمره كان طالب خايب. والحقيقة كمان انه برضو كان متفوق في كلية الطب جدا، وكان دايما متأمل انه هيبقى معيد في كلية الطب. لكن الحقيقة ان صلاح كمان كان شخصية ساخرة جدا، ودايما بينتقد اساتذته وزمايله في الكلية. فعشان كده اساتذته اتفقوا على بعض عليه، وقالوا انه هو مستحيل يبقى زميل ليهم بعد التخرج رغم انه متفوق. وبالفعل لما صلاح اتخلص دراسته وتفوق، رغم تفوقه ده، الا ان ما تعينش معيد في كلية الطب، وصلاح جاله احباط شديد جدا. وبما انه كان دكتور بطنة، فراح لمحرم بيك وفتح عيادة طب البطنة. والحقيقة ان صلاح في المرحلة دي
ابتدى رغم فشله في انه يبقى دكتور باطنة الا انه ابتدى يتعرف على حد واتجوز وكان خلاص بقى مسؤول عن بيت واسره. لكن عيادته في طب الباطنة فشلت جدا، والحقيقه انه اصاب باحباط شديد جدا لفشله للمره الثانيه، يعني فشل في انه يبقى معيد وفشل في انه يبقى دكتور باطنه ويفتح عياده. وقرر صلاح انه هيفتح عياده امراض نساء واولاده. الحقيقه انا مش عارفه ازاي يحول من باطنه لامراض نساء واولاده كده مع نفسه من غير ما يبلغ الجامعه ولا النقابه ولا اي حاجه. هو قرر انه هيتحول لدكتور امراض نساء وعياده، فراح وحول عيادته كده لوحده. المهم ان بعد شويه ابتدى صلاح يتشهر كدكتور امراض نساء وولاده. لا ومش بس كده، وكمان ابتدى يتشهر انه دكتور في الاجهاض، لان الحقيقه ان صلاح بقى متخصص في اجهاض النساء اللي عايزه تعمل عمليه اجهاض. ومع الوقت ذاع صيت صلاح في اسكندريه كلها والمحافظات اللي حواليها ان الدكتور ده بقى ملك الاجهاض. والحقيقه ان اللقب ده بقى محاصر صلاح انه ملك الاجهاض وبقى معروف بيه جدا. مع الوقت صلاح كان اشترى عربيه واتجوز وبقى عنده 4 ولاد. والحقيقه ان في يوم من الايام صلاح عربيته عطلت، وكان في ميكانيكي معين هو متعود بيروح يصلح عربيته عنده، فراح يصلح العربيه فكعدته والميكانيكي بيصلح له في العربيه قعدوا يدردشوا مع بعض. فالميكانيكي قال لصلاح انه قبلها بيوم كان متضايق جدا وكان بيحضر عليه عفاريت او يعني روحه مش متحرره، معرفش الحقيقه ازاي يعني. المهم انه راح لساحر واداله 7 جنيه، وفي مقابل ال7 جنيه دول الساحر حرر له روحه وانه بطل يشوف الجن والعفاريت اللي كان بيشوفها. فصلاح قعد يضحك عليه ويسخر منه كعادته، وقال له ان الساحر نصب عليك. فقال له يعني مفيش في ايدي حاجه اعملها. فقال له صلاح لا تعال معايا وانا هروح معاك للساحر ده وارجع لك ال7 جنيه بتوعك. وبالفعل صلاح اول ما الميكانيكي خلص عربيته اخد الميكانيكي وراح للساحر علشان يرجع للميكانيكي ال7 جنيه من الساحر. فاول ما خبط على الباب فتح له الساحر وقال له اهلا يا صلاح. فصلاح استغرب جدا ان يعني الميكانيكي عارف اسمي منين. فقال له انا جايين ناخد ال7 جنيه بتوع الميكانيكي. فالساحر قال له ان انا مستعد اديك ال7 جنيه، لا وكمان مستعد ارجعهم لك 10 جنيه، ولكن تعرف ان ايه اللي في ايدي ده؟ فصلاح بص للساحر بسخريه وقال له ان اللي في ايدك ده كتاب. فالساحر قال له لا، اللي في ايدي ده مش كتاب، اللي في ايدي ده دفتر مكتوب فيه قصة حياتك واسمك واسم أمك واسم زوجتك واسم أطفالك الأربعة. فصلاح استغرب جدا وقال له إن يعني إزاي الكلام ده. فالساحر إدى لصلاح الدفتر اللي في إيده، وأول ما صلاح فتحه وقراه اكتشف إن بالفعل الدفتر اللي كان في إيد الساحر اللي المفروض إنه ما يعرفوش مكتوب فيه أهم محطات في حياة صلاح، وطبعا اسمه اسم أمه واسم زوجته وأطفاله الأربعة زي ما الساحر ذكر له قبل كده. فصلاح استغرب جدا ودخل وقعد يتكلم مع الساحر، والساحر بشطارته قدر إن هو يقنع صلاح بإنه ساحر فعلا وإنه عالم روحاني وإنه ممكن يعلمه إزاي هو كمان عالم في الروحانيات. وصلاح اقتنع بكلام الساحر، وبدل ما ياخد منه ال7 جنيه بقى تلميذ عند الساحر. والحقيقه ان صلاح في الفتره دي ما بطلش في عيادته كشف على الستات، ولا بطل عمليات الاجهاض المشبوهه اللي هو كان بيعملها. وطبعا كان قاعد عند الساحر طول الوقت اللي هو فاضي فيه من عيادته، كان بيقعد عند الساحر يتعلم منه الروحانيات والسحر بتاعه. والحقيقة ان بعد فترة طويلة وكانت بقت سنين، صلاح قرر ان هو هيمارس هو كمان السحر، بل بالعكس ده كمان راح وانضم لجماعة صوفية وادعى انه تصوف. والحقيقة احنا عارفين ان الصوفيين
عندهم موضوع التلبس، يعني بيؤمنوا بأن روح الإنسان بعد ما يموت، وخصوصا ذو المقام العالي بالنسبة لهم المشايخ وما شابه، بيتتلبس في أشخاص تانيين. زي مثلا إن هم ادعوا إن استغفر الله استغفر الله روح الذات الإلهية نزلت وتلبست في سيدنا الخضر، وإن هي اللي حملت يعني ستنا مريم منها وجابت سيدنا عيسى، استغفر الله العظيم. وكمان ادعوا ان روح سيدنا الخضر لما توفاه تلبست في سيدنا موسى. والحقيقة انا مش عارفة، يعني المفروض ان سيدنا الخضر في الاسلام عايش لحد يوم القيامة، وان سيدنا الخضر قابل سيدنا موسى، فمعرفش ازاي روح سيدنا الخضر تلبست في سيدنا موسى. يعني الحقيقة كلها حاجات غريبة انا نفسي بقولها وانا مش فاهماها. المهم انه اقتنع بكلامهم، وبعد كده سابهم ومشي ورجع على اسكندرية تاني. وصلاح ما سكتش على كده، ده صلاح راح في يوم لمراته وقال لها انت خديجة ام المؤمنين. قالت له خديجة مين يا صلاح؟ انا فلانة. فقال لها لا، انت خديجة وانا محمد. فقالت له استغفر الله يا صلاح انت هتكفر. المهم ان صلاح قعد يتكلم معاها ويقنعها بانه هو نبي، وان روح سيدنا محمد نزلت وتلبست في جسد صلاح. فمراته حست ان الراجل دماغه ضربت فسابته ومشيت وراحت لبيت اهلها هي وعيالها. فصلاح حس ان مراته مستحيل تآمن بيه، فراح للسكرتيرة اللي بتشتغل معاه طول الوقت في عيادته، وابتدى يتكلم معاها ويقنعها بانه نبي، وان هي ممكن تبقى ستنا خديجة ام المؤمنين. فالحقيقة ان السكرتيرة بتاعته يعني بما انها انسانة بسيطة وتعلمها على قدها فامنت بيه وصدقته. بعد فترة، ودي كانت من اوائل الناس اللي امنوا بصلاح، بعد فترة صلاح عايز ينشر الدعوة بتاعته، فراح للجامع في محرم بيك، وكنا يوم الجمعة والناس بتصلي الجمعة، وقعد مع الناس في الجامع وقعد يقول لهم ان الصلاة اللي هم بيعملوه والعبادات بتاعت اللي هم بيأدوها يعني في الجامع ان دي كلها غلط، وان هو نبي، وان روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تلبسته، وان هو جاي علشان يصلح لهم الدين بتاعهم. فالناس ما سمعوش من صلاح وهجموا عليه، والحقيقة ان بعضهم هجموا وبعضهم يعني اتعدى عليه وضربه. فصلاح حس ان محرم بيك الجوامع فيها مفيش حد هيسمعه ولا هيأمن بيه، فابتدى يسيب اسكندرية ويتجه للأماكن الأرياف اللي حوالين اسكندرية وللأماكن البسيطة اللي في اسكندرية، ويدعو الناس ويقول لهم ان هو نبي، وان تلبسته روح سيدنا محمد، وان العبادات اللي المسلمين بيأدوها بشكل غلط، وان الموضوع اختلط عليهم الامر في العبادات، وان هو نازل علشان يصلح الدين. للأسف ان بقى فيه ناس بسطاء صدقوا صلاح وابتدوا يأمنوا بيه لبساطتهم ولقلة تعليمهم ولقلة خبرتهم في الحياة، أمنوا بيه. لكن الكارثة الأكبر إن في ناس أثرياء ومتعلمين ومثقفين ابتدى يأثر عليهم صلاح، وابتدوا فعلا يصدقوه وابتدوا يأمنوا بيه. وشوية شوية صلاح المكان اللي كان قاعد وبيديهم الدرس فيه، الشقة اللي كان مأجرها وقاعد فيها وبيديهم فيها الدروس الدينية بتاعته، ابتدت تبقى صغيرة عليهم. ولأنها كمان في محرم بيك اللي هي كانت عيادته، ويعني في منطقة مش سرية قوي واللي فيها مش أثرياء قوي، فابتدت تطلعات صلاح تكتر عن كده. وابتدى كان ليه زميل في الجامعة اسمه الدكتور أحمد، متزوج من دكتورة زميلته اسمها الدكتورة نشوة، وكنا ابتدينا نوصل للستينات والسبعينات أوائل السبعينات. فراح له صلاح وقال له إن هو نبي، وإن هو يعني بيدعوه للدين والصحيح الدين،
وان هو نازل علشان يصلح الدين الاسلامي والعبادات بتاعته. للاسف ان الدكتور احمد ده رغم انه دكتور زيه ومتعلم والمفروض ومثقف، صدق صلاح حقيقه، يعني دي حاجه غريبه جدا، صدقه وامن بيه. ومش بس كده، ده كمان مراته الدكتوره نشوى صدقت بصلاح وامنت بيه واقتنعت بيه. الحقيقه ان صلاح بعد كده تمادى وعرض عليهم، بما انهم اثرياء وشقتهم كانت في مكان كويس في اسكندريه وفي حي من احياء الاثرياء، صلاح طلب منهم انه يدوله شقتهم علشان يعملها الساحه الجديده، وده كان لقب المكان اللي كان بيدي فيه الدروس لاتباعه، كان بيسميه الساحه. والحقيقه ان الدكتور احمد رحب جدا بالموضوع واداله شقته، معرفش ازاي، وقعد فيها صلاح وابتدوا اتباعه ييجوا عليه على الساحه دي وياخدوا الدروس. والحقيقه ان صلاح كان بيصلح الدين، بيصلح الدين ولا بيخرب الدين الحقيقه مش عارفه، استغفر الله، لان صلاح كان ليه عبادات بطريقه مختلفه وغريبه جدا. صلاح كان لما واحد يعني يروح ليه ينضم لدينه هو ومراته، يطلب من الراجل ده انه يمارس الجنس مع مرات او زوجة الراجل الشخص ده علشان تحل البركة عليها. فمنهم اللي كان بيقتنع بكلام صلاح ويوافق، ولما يقول لمراته مراته ما بتعترضش، بل بالعكس كانت بعد ما يحصل الموضوع ده بتتباهى قدام الناس اللي معاهم في الديانة بتاعتهم دي ان هي يعني حلت عليها البركة وخدت البركة من استغفر الله النبي بتاعهم. وفي منهم اللي كانت بترفض رفض قاطع، والحقيقة ان اللي كانت بترفض كان صلاح بيطلب من زوجها انه يطلقها فورا لانها غير مسلمة وما بتأمنش بالديانة بتاعتهم. فكان زوجها بيسمع الكلام بتاع صلاح بما انه مصدقه، وكان فعلا بيطلقها. والحقيقة ان كانوا لما بيجتمعوا في الساحة كان الاجتماعات بتاعتهم بتبقى عن عربدة وسكر ويعني ممارسة رذيلة، وكان كمان في بيمارسوا الأغاني والرقص وحاجات غريبة جدا. وصلاح كان بيقول لهم ان هو ده الدين الصحيح اللي هو نزل يعلمه للناس، بل بالعكس اللي كان صلاح بيقول لهم ان الصلاة مش واجب ديني وانها مش فرض من افراد من فروض الاسلام، معرفش ازاي، ولا الصوم فرض من فروض الاسلام، وان الحج مش لازم الواحد يروح الكعبة في السعودية علشان يحج. ان صلاح كان بيقعد وهم يلفوا حواليه عدد لفات معين وكان يقول لهم كده خلاص انتوا حجيتوا. لا، وصلاح تمادى كمان وعمل اعياد لاتباعه، المفروض انها اعياد تبقى اعياد المسلمين غير الاعياد العادية اللي احنا كلنا نعرفها. يعني صلاح مثلا قال لهم ان المولد النبوي ده مش حقيقي، استغفر الله، وان المولد النبوي يوم تاريخ ميلاده هو. وكمان قال لهم ان مفيش حاجة اسمها رمضان ومفيش حاجة اسمها الصيام في رمضان، وان زي ما قلنا الحج ممكن يبقى في اي وقت مش لازم في ذو الحجة يعني، ويلفوا حواليه يبقوا خلاص هما كده حجوا. الحقيقة كانت طقة شوية من صلاح، ولا مش شوية، ايه ده، طقة كتير من صلاح. المهم ان صلاح راح للدكتورة نشوى او لاحمد جوزها وقال له ان الدكتورة نشوى دي هي خديجة ام المؤمنين. يا صلاح، ما انت من شوية قلت للسكرتيرة بتاعتك يا خديجة، لكن انتقلت لنشوى. هو الحقيقة صلاح كان واضح انه بيدور على واحدة اسمها خديجة غير طبعا ستنا خديجة رضي الله عنها، فكان اي واحدة بيقابلها وتعجبه بيقول عليها خديجة. فراح للدكتور احمد وقال له ان نشوى دي خديجة ام المؤمنين، وان هو لازم يمارس معاها الرذيلة علشان تحل عليها البركة وتبقى فعلا ام المؤمنين. ماشي يا صلاح. راح الدكتور احمد وقال لمراته اللي فرحت جدا ورحبت بالموضوع، واضح ان الست كانت متفقة مع صلاح يا احمد. المهم ان صلاح مارس الرذيلة مع نشوى، ونشوى بقت كده خلاص خديجة ام المؤمنين وحلت عليها البركة. وصلاح قسم اتباعه لفرعين، فرع المماليك
وفرع الصعاليق. والله كويس حلوه، المماليك والصعاليق موزونه على وزن بعض يعني. المماليك ودول الناس اللي امنوا بيه من اول ما نزلت عليه النبوه وخلاص يعني، وابتدى يهدي الناس. والصعاليق دول الفقراء اللي ما معهمش فلوس، وكمان الناس اللي امنت بيه بعد مرحله السبعينات. اما الناس اللي امنت بيه في الستينات لحد بدايه السبعينات فدول المماليك، وكمان الناس الاغنياء اللي معاها فلوس دول كانوا من المماليك. والحقيقه ان اتباع صلاح زادوا لدرجه انهم بقوا 1200 شخص، ودي الحقيقه الكارثه. 1200 شخص صدقوا كذبه شخص واحد، معرفش ازاي، وامنوا بيه جدا، وبقوا من الناس اللي مؤمنين بيه بشده بانه صلاح النبي استغفر الله العظيم، وان روح سيدنا محمد متلبساه وجت علشان تعلم الناس الدين الصحيح. يا ريتك ما جيت يا صلاح. المهم ان صلاح بعد شويه ابتدى يزيد صيته، وابتدى في نفس الوقت كمان كان بيمارس عمليات الاجهاض. والحقيقه ان نزل على صلاح 5 شكاوي من 5 ستات بانه حاول يتحرش بيهم وهم بيكشفوا عنده في العياده. وفي ناس كمان اشتكت عليه انه بيعمل عمليات اجهاض غير مشروعه. والحقيقه ان بعد الشكاوي دي كلها ابتدى صيت صلاح يسمع في كليه الطب وفي نقابه الاطباء بان في دكتور منحرف وبيعمل عمليات اجهاض غير مشروعه، وكمان بيتحرش بالمرضى بتوعه. وابتدت تروح البلاغات دي للشرطه، والشرطه ابتدت تدور على صلاح. في الوقت اللي كانت بتنزل البلاغات دي عن صلاح، صلاح كان فاتح الساحه بتاعته اللي هو المفروض بيعلم الناس فيها الدين الصحيح، سكر وعربده والحقيقه يعني، وممارسه الرذيله ما بين اصحابه وبعضهم، وما بينه هو وستات بتوع الناس اللي عنده في الديانه بتاعته. والموضوع بقى يعني مسخره على الاخر، وصلاح واخد راحته وفاكر ان محدش دريان عنه. لحد سنة 1985 لما اتقبض على صلاح. والحقيقة ان في الوقت ده كانوا اتباعه يعني متأكدين ان صلاح هو النبي الجديد، او النبي اللي متلبساه روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومأمنين بيه جدا ومقتنعين. واكتر المقتنعين والمقتنعات بصلاح كانوا الدكتور احمد ومراته نشوة اللي هي بقت خديجة أم المؤمنين. كانوا مقتنعين بصلاح جدا، وكانوا من الناس اللي بيدافعوا عنه باستماتة. والحقيقة إن أنا كمان فاتني أقول لكم إن صلاح كان بياخد فلوس من أتباعه وبيقول لهم إن ده لنشر الدعوة، والأثرياء كانوا بيدفعوا مبالغ طائلة وصلاح كان بياخدها منهم، وكان بيستثمرها في الاستثمار العقاري. يعني كان بيجيب طوب وزلط واسمنت ويبيعه في السوق السوداء ويكسب مبالغ طائله. يعني صلاح كان دكتور بقى استغفر الله نبي، وبعدين تحول لمقاول. الحقيقه يعني ما اعرفش الناس اللي مأمنين بيه دول كانوا مأمنين بيه بناء عن ايه. المهم ان الناس كانوا مستميتين في انهم يطلعوا صلاح، واتحكم على صلاح ب5 سنين سجن. والحقيقه ان لما اتكلموا البوليس مع نشوه وجوزها كانوا بيدافعوا عنه باستماته، وكانوا مقتنعين 100% بان صلاح هو النبي اللي متلبساه روح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، استغفر الله العظيم يا رب. المهم وبيدافعوا عنه باستماته، وكانوا دايما بيزوروه في السجن. الا ان الاعداد اللي كانت ابتدت تامن بصلاح بعد ما اتقبض عليه كانت ابتدت تقل. والحقيقة إن عملية القبض على صلاح كانت بتتكلم عنها كل الصحف، والحقيقة إنه كانت قضية رأي عام في مصر، وحصلت بلبلة كبيرة جدا في موضوع صلاح. والمؤمنين بصلاح كانوا بيستميتوا في الدفاع عنه، إلا إن كل الستات اللي اتأذوا من صلاح راحوا وشهدوا ضده وبلغوا عنه، وقالوا إن هم اتطلقوا من أزواجهم بناء عن طلبه لازواجهم ان هم يطلقوهم، رغم ان هم ما عملوش اي حاجه غير انهم رفضوا يمارسوا مع صلاح الرذيله.
وصلاح كان من شروطه اللي اتبعه ان لما يدخل عليه واحد وزوجته في الساحه وهو قاعد لازم الزوجه دي تبوس صلاح 23 بوسه. ليه 23 تحديدا؟ الحقيقه ما اعرفش، محدش يسالني. فيعني واضح ان هو كان بيحب الرقم ده. وصلاح كان بيقيم حفلات عربده زي ما قلنا، وده اللي شهد بيه الستات اللي صلاح طلقهم من ازواجهم واللي كان عددهم كتير مش قليل، وشهدوا ضد صلاح على افعال الرذيله اللي هم شافوه وهو بيمارسها، وعلى انه كان بيطلب من الستات اي واحده تدخل عليه تبوسه 23 بوسه، وان ازواجهم كانوا بيحاولوا يقنعوهم ان هم يمارسوا الرذيله مع صلاح عشان ياخدوا البركه منه. معرفش يعني ايه البركه اللي هتحل في كده، الله يخرب بيتك يا صلاح. المهم، وهم لما رفضوا طلب من ازواجهم ان هو يطلقهم، وان هو كمان بيستغل اتباعه ماديا جدا. والحقيقه ان فعلا البوليس ضبط عنده او في حواسته كميه كبيره جدا من الفلوس، وساعتها اتحكم عليه زي ما قلنا ب5 سنين سجن. لكن الحقيقه ان صلاح لما طلع في سنه 1990 من السجن اختفى تماما عن الانظار، ومفيش اي حد كان يعرف عن صلاح اي حاجه، ولا انه طلع من السجن راح فين، غير ان بعدها بكام سنه طلعت اشاعه كبيره بان صلاح توفاه الله. وبالفعل يعني الناس صدقت وقالت وشافت بعينيها ان فعلا صلاح توفى، وساعتها انتهت كذبه صلاح وخلصت الكذبه بتاعته. اما اللي كانوا مصدقين ومصدقين انه نبي فمحدش يعرف عنهم حاجه، وطبعا دابوا وتبخروا في وسط المصريين ومحدش سمع عنهم حاجة أو عن ديانتهم دي حاجة بعد كده. دي كانت قصتنا النهاردة، اللي أتمنى إن هي تكون نالت أعجابكم، وإن أنتوا تعملوا للفيديو لايك وشير، واللي مش مشترك معانا في القناة ياريت تشترك وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنزله على القناة. وأتمنى إن أنتوا تشيروا القناة والفيديوهات اللي عليها عندكم على كل وسائل التواصل الاجتماعي علشان نجذب أكبر عدد من المتابعين معانا وقناتنا تكبر. ميرسي ليكو، وأشوفكم في فيديو جديد. باي باي.